ما زلنا وياكم مستمرين في تقديم باقي فقراتنا حول الدور الكويتي البيئي من خلال التوجهات الحكومية في هذا الصدد، حيث يعكف معهد الكويت للأبحاث العلمية على تكثيف الجهود لتعزيز دور المشاريع الصديقة للبيئة، أبرزها مشروع الوقود البيئي ومحطة الشقاية للطاقة المتجددة. خطط علمية تهدف إلى وضع الخطوط الأساسية للمشاريع البيئية للطاقة النظيفة بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث والانبعاثات الناجمة عن هذه المشاريع. لنتابع هذا التقرير. مع التوجه العالمي إلى خلق كوكب أخضر صديق للبيئة، جاءت الضرورة إلى تكثيف المشاريع البيئية والتي حرص عليها معهد الكويت للأبحاث العلمية. تم تحديد المناطق المناسبة في الاستثمار في طبعا نظم الطاقة المتجددة والنظيفة، ونجح في هذا المجال. في طبعا ثمرة نجاحه تمثلت في مجمع الشقاية للطاقة المتجددة في مرحلتها الأولى، وطبعا كان أهمية الشقاية في مرحلتها الأولى هو نقل التكنولوجيا والمعرفة وبناء القدرات الوطنية المحلية، والحمد لله معهد الكويت للأبحاث العلمية نجح في هذا الشيء ونقل هالمعرفة هذه إلى المؤسسات المعنية في الاستثمار والبناء في المراحل القادمة في مجال الطاقة المتجددة. مجمع الشقاية للطاقة المتجددة وطاقة الرياح مع تقليل الانبعاثات الغازية الضارة للبيئة، والتي من شأنها خلق فرص عمل مع عوائد اقتصادية ضخمة للاقتصاد الوطني. الأبحاث لم يقف فقط عن تكنولوجيا الطاقة المتجددة المتمثلة في على سبيل المثال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، طاقة الرياح إلى آخره، ولكن كذلك بحث في الوقود البديل المتمثل في الهيدروجين. طبعا الهيدروجين مثل ما معروف مادة ناقلة أو حاملة للطاقة، نظيفة كذلك، ليس فيها انبعاثات كربونية، ويسعى الآن معهد الكويت للأبحاث العلمية بتطوير قدراته في إنتاج الهيدروجين النظيف التي يأتي طبعا باستخدام الطاقة المتجددة، أو كذلك حتى في استخدام الوقود الأحفوري الغير نظيف، ولكن يتم استخدام طاقة عفوا تكنولوجيا نظيفة في احتجاز الكربون، وبالتالي طبعا يتم إنتاج الهيدروجين النظيف. من الأمور كذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية لا يقتصر تركيزه فقط على الجانب العلمي التقني، ولكن لربما يلمس يعني الجانب الاقتصادي في هذا المجال، ونأمل من المؤسسات المعنية الاستثمار في هذا المجال. جهود حثيثة ومشاريع ضخمة يعمل على إنجازها معهد الكويت للأبحاث العلمية في مجال البيئة والمساحة الخضراء والوقود البيئي والعديد من المجالات. عائشة أحمد، تلفزيون دولة الكويت.